شايف ان انا لما اشوفه هيوحشني اكتر. نفسي اخده في حضني. ان شاء الله يحصل قريب يا عمر. كنت قلت لي ان في حاجه مهمه لازم اعرفها. انا لقيت ملف مريض مات عندي في المستشفى بنفس الطريقه اللي قال عليها اللواء كمال. وهشام قال لي ان دي بدايه كويسه. انا ما عنديش وقت. دي صور؟ يعني ايه قدامك اسبوع؟ في واحد هقابله النهارده، احتمال اللي يقدر يوصلني لحاجة تخلصني من كل اللي أنا فيه. ما كانش أسلم نفسي بكرة الصبح. أيوه، عرفت حاجة؟ وده سؤال أنا قلت لك في 24 ساعة أجيب لك خبر الموضوع. بس مش عارف بقى الأخبار اللي عندي دي هتبقى وحشة ولا إيه؟ الدكتور صابر خرج فعلاً من السجن. بس بعد ما خرج على طول مات. محدش عارف بقى مات ازاي ولا اتدفن فين، بس الاكيد انه مات. طبعا انا عارف ان الكلام ده مش هيفصل صاحبتك، بس انا عملت اللي عليا ومستنيك دلوقتي تنفذ الاتفاق اللي بيننا. باشا انا سايب لك الملعب بقى تلعب براحتك خالص. ها أنا مش مبسوط يا شريف، بتلعبني، فاكرة إنها ممكن تضحك عليا. لا يا باشا، تضحك عليك إيه وبتاع إيه؟ ما تقلقش، هي لو ما نزلتش الخبر بتاع موضوع الأرض بتاعنا ده، أنا هكلم جبر عشان يفهمها غلط، عشان يفوقها. واضح إنها نسيت نفسها، واضح كمان إنها عندها حاجة فاكرة إنها ممكن تساومني بيها. أنا مش بكلمك في الموضوع اللي بينا بس. اوبا يا باشا، شكلك وقع جامد قوي. ها بقولك ايه، احنا بينا اتفاق. اعمل ايه يا باشا اكتر من اللي انا عملته واللي انا بعمله؟ انا خلاص خلعت منها وفهمتها بشكل غير مباشر ان انت يعني عينك عليها وبتاع. هعمل ايه اكتر من كده؟ اخطفها واجيبها لحد البيت عندك ولا ايه؟ وانت ليه واخد الموضوع بحساسيه زياده عن اللزوم كده؟ حسيت يا باشا؟ لا حسيت ولا حاجه يا باشا. الحريم دي يعني الحاجه كده اللي تخليك تنسى تعب اليوم كله. يعني اللي هي بتعمله ده شويه دلع، انت لو ضغطت عليها شويه هتلين وتعمل كل اللي انت عايزه. الو، ايوه منى، كلميني على الرقم دوت من اي تليفون تاني غير تليفونك حالا. الو، ايوه منى، انت معاكي الرقم اللي عمر كلمنا منه؟ طيب كلمي من اي تليفون تاني غير تليفونك وتليفون البيت، قولي له لازم ان احنا نتقابل دلوقتي حالا. سلام. كل اللي سمعته منك دلوقتي شويه نصايح، ممكن لو قعدت على اي قهوه ان تنصبي اهواجي فيك يا بلد يقولها لي. بقول لك ايه، انا هكلمك بصراحه، انا لو ما وصلتش لحاجه يبقى الاتفاق اللي بيني وبينك لا. ليه؟ هو كلام عيال ولا ايه؟ لا، كلام رجاله يا شريف، وانت مش قدك. اعمل حسابك ان انا راجل عمل، حساباتي كلها بالمكسب والخساره. انا كسبت ايه لحد دلوقتي؟ ولا حاجه. انا خسران، يبقى ايه السبب اللي يخليني اتنازل لك عن نسبة أو أرباح أو مشروع حضرتك حاطط عينك عليه؟ بص يا باشا، الكلام ده جديد ومش عاجبني. أجعص ما في خيلك اركبه. جرى إيه يا واد؟ أنت فاكرني أهبل ولا عبيط ولا إيه بالظبط؟ لا يا باشا، حاسب على كلامي. كل اللي أنت بتقوله لي ده كلام خايب، ملوش اعتبار عندي غير إنها نصباية وشغل حوار. مش ضراني ان انت وهي مش متفقين عليا،
تفضل هي تشغلني لحد ما امضي وبعد كده تاخدها وتخلع. بص يا ولد، انا في ظرف اسبوع ما شفتش اي نتيجه ملموسه هنطرق خالص من الموضوع. ويلا يا واد من هنا اخفى من وشي خالص. لا يا باشا انا مش همشي. عايز تخفى انت اخفى. طيب خليك مرزوع. 20 سنه مثلا. قصدك على اخر مره يعني خدنا فيها مركب؟ فعلا 20 سنه تقريبا. مش قادر افهم ازاي كنت بتصطاد 20 سمكه وانا ارجع من غير ولا واحده، مع اننا بنرمي السنانير في نفس المكان. انا كنت بديك نص اللي انا بصطاده. ده كان بيضايقني اكتر على فكره. خلي الايام دي ترجع تاني وانا مستعد اديك كل اللي كنت بصطاده. او حتى ما اصطادش من اصلا. في واحد مريض في المستشفى عند منى اسمه محمد مطر، ده محامي مات فجاه من غير اي سبب. ولما اللي هو كمال قابل منى وكلمها عن موضوع الحقنه اللي انا شرحته لك، ادوله حقنه بعد ربع ساعه تبدو انها ازمه قلبيه، لكن بعد كده بيموت كانها متطلعه. راحت المستشفى واكتشفت انه مات بنفس الطريقه اللي وصفها اللي هو. كنت قريت كده عن حقنه مميته لها تاثير الازمه القلبيه. تبقى حقنه الادرينالين طبعا. انا معايا الفايل بتاعه، ولما عملت التحريات طلعت النتيجه فيه حاجات غريبه جدا. غريبة ازاي يعني؟ محمد مطر دخل المستشفى ديت مخصوص بتوصية من ضابط أمن دولة اسمه شكري. شكري بدر إسماعيل؟ أيوه، أنت تعرفه؟ للأسف. شكري بدر إسماعيل كان ضابط برضه أمن الدولة، بس هو كان اختصاصه مكافحة الإرهاب. كانوا لما بيعوزوا يقضوا على أي حد نهائي ويمسحوا. الراجل ده عنده قرية في مجلس الإدارة، وممكن يبلغ إن الموت طبيعي مش جنائي. من غير ما اي حد يراجعه. علشان كده محمد مطر طلع له تقرير ان الوفاه طبيعيه، مش كده؟ مفيش حاجه في الورق ده تقول انه ممكن يموت فجاه. اكتشفنا ان محمد مطر كان بيدافع عنه في قضيه تعذيب، وفي اطراف تانيه في القضيه، واحد منهم اسمه الدكتور صابر المنصوري. الراجل ده طلع من السجن واختفى ومات فجاه من غير ما يكون عيان ولا اشتكى من اي حاجه. الحمد لله على السلامة يا دكتور. كفارة يا برنس. كتر خيرك. وانت ما كنتش هتجيلنا ولا ايه؟ مش كنت مستني حد. ما حدش غيرنا يعرف انك خارج النهاردة. كنت كتبت جواب للناس وقلت لهم وزمانهم جايين. قصدك الجواب ده؟ هو كلمني من اسبوعين وقال لي ان هو هيخرج، وقال هيبعت لي جواب يقول لي في الميعاد امتى. عايز اعرف هو فين؟ ليه ما جاليش الجواب دوت؟ وأبويه حي ولا ميت؟ بنت حلال الأستاذة رباب. بفضلك مش عايز ولا كلمة أنا خالص. حاضر. الباشا جاي دلوقتي، هتخلص معاه ولا أروح أنا بنفسي أسلمها الجواب ده؟ دكتور صابر المنصوري ده بقى اللي عمل الحقنة. هو السجن بهدلك للدرجة دي؟ بس أنا مبسوط إن أنا شفتك تاني. أنا قريت الجواب اللي أنت بعته لبنتك وأنت في السجن. اضطريت، معلش شغلتي بقى. ده معقولة كل السنين اللي أنت قضيتها في السجن دي وبنتك ولا تسأل عنك ولا حتى تزورك؟ ليه؟ هي مكسوفة منك؟ ايه يعني اختلست ادويه من وحدتك وبعتهم؟ انت بتعمل كده يعني علشان مين؟ ما هو علشانها. بنتك طلعت جحت يا دكتور. سلام سلام. يا دكتور انت راجل طيب، لازم ترفع راسك لفوق وتنسى كل حاجه حصلت. الأدوية رجعت للعهدة، الفلوس اتدفعت لك، يعني أنت ما عندكش أي مشاكل خلاص. متشكر، متشكر جدا. أنا عارف إن أنت تعبان ونفسك تروح عشان تشوف بنتك، وإحنا كمان مستعجلين. عشان كده ندخل في الموضوع على طول. صبر المنصوري ده اسمه مش غريب عليا خالص. يا
الراجل دوت مات من نفس الموتة اللي محمد مطر مات بيها. طباخ السم يعني. الحاجات اللي انت طلبتها يا دكتور. الحاجات دي انت طلبت حاجة. انت فاكرني بعت لك حسن على السجن عشان تعلمه ازاي يطبخ الطبخة؟ ده انت اكفأ واحد ممكن يقوم بالمهمة دي، المهمة دي حساسة جدا. الغلطة فيها ممكن تودينا كلنا في ده. بس انا مش هعمل حاجة تاني، مش هعمل حاجة تاني. يا دكتور بقول لك احنا مش هنلاقي زيك خالص. ده انت اللي علمتنا ازاي نتفنن في التعذيب. يا حقنتك هي اللي كانت بتخلي اللي احنا بنعذبهم دول يعيشوا يوم كمان ويوم كمان، يعني معلومات اكتر. اجيبها لك من زاويه تانية. لنفرض بقى انت اتسجنت وكفرت عن كل ذنوبك، مع ان يعني بالجرائم اللي انت ارتكبتها دي مش هتاخد سنتين، هتاخد تأبيدة. وطبعا عشان تكفر عن ذنوبك لازم تعترف والناس كلها تعرف اللي انت عملته. وشوف بقى لو بنتك حبيبة قلبك اللي بتتعامل معاك على انك عار بسبب شوية أدوية اختلستها وبعتها، لما تعرف حقيقتك بقى هتبصلك ازاي. او لا سمح الله، لا سمح الله يعني لو بنتك جرالها حاجة عشان انت رفضت انك ترد الجميل اللي انا عملته فيك بين دفعتها الفلوس اللي عليك وخرجتك من السجن، مش تبقى كارثة؟ ممكن اعرف ايه المطلوب منك؟ ايوه بقى يا دكتور، هو ده اللي انا عايزه. حقنتين حلوين من بتوعك اللي بيقتلوا في ثواني من غير اي اثر وبسرعه، عشان نستخدم واحده النهارده واحتمال كبير قوي نستخدم التانيه بكره. انت فاهم حاجه؟ وعشان افهم لازم اجاوب على اسئله كتير قوي، اهمها ايه علاقه الموضوع ده بيا؟ وبعدين انت مش شايف انها صدفه غريبه ان الراجل ده يموت بنفس الطريقه اللي اتكلم عنها اللي هو كمال وفي المستشفى بتاعت منى؟ انت لازم تفهم ان الموضوع بتاعك مفيش حاجه اسمها صدفه، انت بس لازم تربط المواضيع مع بعضها وهتفهم كل حاجه ان شاء الله. انا متشكر قوي يا هشام، بتهيالي انا عارف هبتدي منين. ربنا معاك يا عمر. بص يا هشام، انا مش عارف ايه اللي هيحصل لي، جايز اموت وجايز لو كنت محظوظ يعني اعرف الحقيقه وافضل هربان طول عمري. ما تقولش كده يا عمر، انت شفت كتير. المره دي اصعب كتير، انا كل اللي هممني زياد عايزه يعرف ان انا بريء، مش عايزه يصدق اي كلمه اتقالت عليا، وعايزه يعرف كمان ان هو كان اهم حاجه في حياتي. ممكن هشام؟ فين الراجل اللي بيراقبك؟ واقف بره. طيب انتي كنتي بتعملي موضوع عن راجل متورط في قضيه التعذيب ولقيتي صورته على الفيسبوك. دكتور صابر المنصور، وصلت لايه في الموضوع ده؟ تعرفت على بنته على الفيسبوك وعملت نفسي ان انا طالبه وهاجر معاها شقه، وبعدين عرفت اني صحفيه وطلبت مني ان انا اساعدها انها توصل لباباها، بعدين عرفت ان ابوها مات. اتقتل، والراجل ده متورط في حاجات كتير قوي غير قضيه التعذيب دي، هبقى اقول لك على الحكايه دي بعدين. عارفه. ممكن تخليها تبلغ. تبلغ عن ايه بالظبط؟ ان ابوها اتقتل. طب وانت ايه علاقتك بالموضوع ده؟ اللي قتله ده واحد من اللي مورطيني في الحكايه اللي انا فيها، والجريمه دي ليها علاقه باللي بيحصل لي، بس مش عارف اثبت ازاي. احتمال لو اثبتنا يعني ان هو اتقتل ابدا افهم. طب انا هحاول اكلمها النهارده. لا لا ارجوك تروح لها دلوقتي حالا. اوكي. صباح الخير. صباح خير. انتي زعلانة مني؟ وانا ايه اللي بيني وبينك اصلا عشان ازعل ولا ما ازعلش؟ بصي انا ما عملتش اي حاجة تضايقك، ومن ساعة ما جيتيلي وانا بسعالك في الموضوع بكل اخلاص من غير ما استفيد اي حاجة ومن غير ما انشر اي حاجة. يا ترى بقى الموضوع لسه زي ما هو كده، ولا جاي تطلع لك بخبر وكلمتين؟ ما هو مش مشكلة، هتفضحي مين؟ لا انا جاية اساعدك. شكرا، خلاص جلبني الحلال اللي قال لي اللي انا عايز اعرفه وخلاص خلصنا. الباقي في حياتك. حياتك الباقية، ما تجيلكيش في حاجة وحشة ولا حلوة، ومن فضلك بقى عيشي حياتك وسيبيني في حالي. على فكرة لو محتاجة تعطفي على حد، في آخر الشارع هنا ملجأ للأيتام، ممكن تروحي تضيعي ساعة مع الأطفال وتفرغي الشحنة العاطفية اللي عندك. أنا الحمد لله بقيت كويسة جدا دلوقتي. أنتِ مش عايزة تعرفي إيه اللي حصل لباباكي؟ إيه اللي حصل له؟ مات واتدفن وخلصنا خلاص. بس في احتمال يكون مات موتة مش طبيعية. أنتِ عايزة إيه أصلا دلوقتي؟ أنا مش همشي من هنا غير ما نخلص الموضوع ده. طب اتفضلي معايا شوفي حضرتك المقاس جوه.
يا معلم حمادة، أنا جاي لك في السكة. سلام. آه، وهو بلغ كمال بيه بقى ولا إيه؟ طيب، عنوان حمادة الريس ده فين بالظبط؟ ماشي، مش عايز أي حد يعرف إن أنا عرفت العنوان. لا أنا مش هكلم حد. أنا ليا برضه مصلحة يا باشا إن الموضوع ده ينتهي بقى. عايزين قريب نسمع اخبار حلوه. ايوه عشان كلنا نرتاح. وانا في الخدمه وتحت امرك لو عايزت مني اي حاجه. ماشي يا باشا، مع السلامه. عايزه ايه؟ اولا انا رافضه تماما الطريقه اللي بتتعاملي بيها معايا. انا مقدره انك زعلانه ومتضايقه وفاهمه كويس اني صحفيه، ومهما قلتلك مش هتصدقيني وهتفتكري ان انا مهتمه بالموضوع عشان انشر خبر. بس أنا من أول ما جيتيلي وأنا بعاملك بكل احترام ومعتبراكي صاحبتي، فياريت تعامليني على هذا الأساس. ما يلزمكيش إنك تصاحبي واحدة زيي. روحي صاحبي الناس اللي شبهك. والجميل اللي أنتي عملتيه أنا عارفة إن هو كبير قوي، هردهولك. عايز تشتري من عندنا هنا هدوم؟ هعمل لك خصم والله. لا، أحب إنك تروحي تتقدمي ببلاغ للنيابة تطلبي فيه تشريح الجثة عشان نعرف أسباب الوفاة. ليه؟ عشان تروحي تفتحيني الصبح في الجرايد؟ أنا مش هعمل كده. مش كفايه عشت طول عمري في جرسه وفضيحه بسبب اللي ابويا عمله؟ في انسان ممكن يتقتل لو ما عملتيش كده. وانا مالي؟ انتي مش بتقولي ان باباكي الله يرحمه بلغ عن نفسه عشان يكفر على اللي هو عمله؟ اعتبري نفسك بتكملي اللي هو ابتداه، اعتبري نفسك بتنقذي حياه انسان بريء، وده عمل خير هيتحط في ميزان حسنات باباكي. والله لو ابويا كان مات مقتول يبقى هو اللي اختار كده. هو ده الطريق اللي كان ماشي فيه. ولما تسكتي وما تعمليش حاجه، انتي تبقي بتختاري ايه؟ انا ما اقدرش اعمل له حاجه. كل اللي انا اقدر اعمله له ان انا ادعي له ان ربنا يرحمه، لكن ان انا بقى اروح اعمل محضر واقف قدام ناس انا ما اعرفش هم مين اصلا، انا مش هعمل كده. وبعدين اللي انت بتقولي عليه دوت مش عايز اعرف هو مين وما يلزمنيش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش كنت بسأل على حمادة الريس، ما تعرفش طريقه؟ مين أنت؟ قول له بس إن أنا من طرف همام. قول له أنت وصله الريس. الواد ده لازم يجي. هنجيبه يا فندم ما تقلقش. ده المعلم حماده. مساء الفل يا حماده. حماده؟ عارف كده؟ ماشي. مساء الفل يا سيدي. أنا اللي جاي لك من طرف همام. لقط. استر علينا يا رب. معلش ما تاخذناش، ده اسلوب احترازي بس، بيبقى اول مره وبعد كده بتبقى امان. لا قلت لي اسمك ايه؟ لا انا لسه ما قلتلكش. احبك وانت صاحي، بس ده كلام جديد. نوفي. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت واخد لقب مرحوم اهو، ده انت ميت. بالظبط كده، وعشان كده انا جايلك وانا مش خايف، اصل مفيش حد بيموت مرتين.
متأكد إن أنت هتساعدني. وإيه اللي خليك متأكد بقى إن أنا هساعدك؟ عشان طلبي بسيط. طالما جيت لغاية هنا يبقى مش بسيط. بسيط بالنسبة لك، لكن بالنسبة لي أنا حياة أو موت. بس ده يبقى مهره غالي. وأنا كل الفلوس اللي معايا تحت أمرك. بس أنا شايف إن الفلوس دي معايا أنا مش معاك أنت. ما يغلوش عليك يا برنس، بس أنا مش همشي من هنا غير لما أخد اللي أنا عاوزه. وزي ما أنت قريت كده أنا ميت، مفيش حد بيموت مرتين. وعايز إيه بقى يا سي ميت؟ اللي هو سلام. مين هو اللي هو سلام؟ استنوا هنا شوية، ادي فرصة للعيال دي توصل، وانت خليك ورايا. تمام يا فندم. خد الرجالة وأمن الشارع بره. تمام يا ريس، يلا رجالة. قلتلك لو طلعت قلق مش هسامح. تمام يا فندم، عرفت مكانهم شمال في يمين. تمام. استني ايه ما تضرب؟ خلص. كان على عيني، بس الرجاله اللي جايه ديت يعني ترجع وايديها فاضيه. ده حتى ياكلوا وشي، وبعدين انا لما هسلمك استفيد اكتر. هتستفيد اكتر لو خدت الفلوس وقلت لي مين اللي هو سلامه وسبتني امشي. اتك على الصبر شويه. الرجاله زمانهم على وصول. يا عم قرب من المخزن يا ابني. انت ما ينفعش. بقول لك ايه، خد فلوسك وحل عن سمعنا. دامي الله 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 الله. دامي يا اسود امشي امشي بسرعه علينا. يا رب انت عملت كده يالا كده يا باشا. خد حماده خليك واقف جنبه. انت امن المنطقه دي. انت يا حماده، مين هو اللي هو سلامه؟